فيديو نهاية السنة أو فيديو بداية لسنة جديدة. أنا شهير طلعت وحضراتكم بتتابعوا قناة يوميات طبيب نفسي. أهلا وسهلا بحضراتكم. الفيديو ده أنا عامله نوع من أنواع الفضفضة وحتكلم معاكم بصراحة، وعايز أحكي لكم على سنة 2019 عدت عليا إزاي، وبالأخص إزاي أنا طلعت القناة دي علشان أقدم الفيديو ده وأقول شكرا لربنا إنه عداني من مراحل كتيرة جدا صعبة، أو إنه وفقني في إن أنا أتغلب على صعوبات كتيرة جدا. وما كنتش متخيل في يوم من الأيام إن هتبقى لي القناة أو إن أنا هعمل فيديو أفضفض فيه وأشكر فيه ربنا على اللي عمله معايا في سنة 2019. صحيح في حاجات كتيرة جدا أنا عديت بيها في 2019، لكن الجزء اللي أنا عايز أحكي عليه النهاردة هو إزاي إن أنا طلعت القناة. لأني لو كان حد جه قال لي في ديسمبر 2018 إن أنا هطلع قناة وإن أنا هتكلم مع حضراتكم وإن أنا هتبقى لي قناة على اليوتيوب، أنا ما كنتش هصدقه أو كنت هتراجع أو إني أخاف حتى إن أنا أحلم الحلم ده. هو حلم جميل، ما اقدرش اقول كده، بس حلمة او حاجة اتحققت انا اتعلمت منها الكتير. يعني انا اتعلمت كتير جدا في المشوار ده، فعلشان كده انا بشكر ربنا على ان انا اتعلمت وان انا اندهشت وانا بتعلم، لان طول ما انا بتعلم وطول ما انا مندهش انا مبسوط. في مسيرة التعليم بتاعتي وفي مسيرة التعلم بتاعتي عشان اطلع القناة، وزي ما بيقولوا كده مشوار الالف ميل بيبدأ بخطوة، فكل خطوة انت بتعدي فيها بتتعلم حاجة جديدة، فبتكبر فبتندهش فبتبقى مبسوط وهكذا. اول ما انا تعرفت على اليوتيوب، هو انا طبعا عارفين كلنا اليوتيوب، لكن تعرفت على بعض اليوتيوبرز المصريين اللي كانوا ليهم اصحاب الفضل عليا في انهم يحمسوني ان انا اطلع القناة. مش عايز اذكر قنوات بعينها عشان مش عايز انسى حد، بس انا اشكر كل الناس اللي فرقت معايا، هحاول احط لينكات لبعض القنوات بتاعتهم سواء في الاي هنا او في صندوق الوصف من تحت. فكنت بتعلم خطوة بخطوة، ومع كل خطوة الانسان بيتعلمها بيكتشف في نفسه حاجة جديدة وبيكتشف في الدنيا حاجات جديدة. وعلشان كده انا بنصح الناس كلها انها تتعلم حاجات حتى ولو كانت مش في المجال بتاعها او في حياتها او في الكارير بتاعها، او تحس انه مش هيفرق معايا، يعني انا هستفاد ايه لو انا اتعلمت الموضوع الفلاني او الموضوع العلاني. بدأت القناة وبدأت افكر في القصة دي واقول ليه لا، طب ما العملية سهلة اهو، في واحد عمل يوتيوب قال لك انت ممكن تبتدي القناة بتاعتك بالكامل بالموبايل، تصور بالموبايل وتسجل بالموبايل وتعمل مونتاج بالموبايل وترفع بالموبايل وتعيش حياتك كلها على الموبايل. فقلت ليه لا، ولغاية دلوقتي أنا بستخدم الموبايل في التصوير ونوعا ما في التسجيل، في التصوير وفي التسجيل لكن مش في المونتاج، هقول لحضراتكم إزاي. بدأت الخطوة التانية كانت أن أنا أعمل انترو للقناة، الشاشة الصفراء اللي حضراتكم بتشوفوها واسمي واسم القناة اللي بيعدوا عكس بعض. وأنا بتعلم كده اكتشفت أن في حاجة مهمة جدا، هي معروفة وطبعا يعني مهمة جدا في البحث العلمي، اللي هي الكوبي رايتس وحقوق الملكية الفكرية. لكن في مجال اليوتيوب والإنتاج الفني وإنشاء القنوات قعدت أقرأ في الكوبي رايتس لما يعني تعبت تعب شديد، لأن قعدت أقرأ في كل ما هو مكتوب عليه كوبي رايتس والقوانين المختلفة اللي بتنظمه، وفكرة الرويالتي وإزاي إنك تستخدم مواد رويالتي فري. ليه تستخدم حاجات مجانية؟ لأن بالبلدي كده مش عايز أدفع فلوس، مش عايز أعمل حاجة أفضل بالبلدي كده أقع وراها فلوس كل شوية أو إنها تبقى مكلفة عليا. فكان لازم أدور على حاجات مجانية، صور مجانية وموسيقى مجانية وطريقة تعليم مجانية وهكذا. تطور الموضوع إلى إني أنا كمان محتاج برنامج مونتاج، اتعلمت إزاي الواحد يعمل مونتاج وتعرفت على بعض البرامج، البرامج اللي بفلوس والبرامج المجانية. والبرامج اللي بفلوس كنت بحاول يعني كده أستنصح وأدور لها بالبلد كده على مفتاح مثلا أشتريه بسعر رخيص، أو أكركها ليها كراك معين يكسرها
وبعدين لقيت ان العملية مش ماشية معايا وفي فكرة الفيروسات دي مسيطرة على ذهني، فقلت لا احنا ندور على برنامج فري وفي نفس الوقت يساعدنا في الشغل بتاعنا. الحمد لله ربنا وفقني، وبشكر ربنا على القصة دي ان في حاجة اسمها ديفينشي ريزولف، وبنصح الناس اللي داخلة مجال التصوير والفوتوغرافي والفيديوغرافي والانتاج السينمائي انها تجرب الديفينشي ريزولف. برنامج فخم جدا وبيعملوا دعاية لنفسهم ان هم بيمنتجوا افلام حائزة على الاوسكار. وميزة البرنامج ده ان في منه نسختين، نسخة اللي بفلوس اللي هي الاستوديو ديفينشي ريزولف استوديو، ودي بيدفع لها المبلغ مرة واحدة بس في العمر اللي هو 300 دولار، ودي ميزة عكس الادوبي. البرنامج النسخة التانية النسخة الفري، وهي كافية جدا 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 لأي قناة ولأي حتى انتاج سينمائي مش عايز مجهود او مش عايز حاجات زيادة عليه. وبعدين مع كل خطوة الواحد بيتعلمها وبيكبر فيها بتبقى معاها فيها شوية دموع وشوية تعب. يعني قعدت فترة طويلة بسجل بالموبايل وفي فيديوهات كتيرة طبعا ما اتنشرتش، لكن لما جيت اعمل مونتاج وجربت البرنامج لقيت ان البرنامج ممتاز وكل حاجة، بس الكمبيوتر بتاعي قديم والكمبيوتر بتاعي فيه لاج رهيب وفيه عطل رهيب وفي مش ماشي الفيديو مش ماشي. فكان لازم طبعا ان انا احوش وان انا اسعى ان انا اشتري جهاز جديد، وانا بشتري عايز اشتري انسب جهاز بما يتوافق مع القدرات المادية بتاعتي. اتعلمت يعني ايه كارت شاشة، انا عارف بس ما كانش بالاحترافية دي، ما كانش بالتركيز ده. عرفت انهي اللي يناسب الحاجة اللي انا عايزها، فاشتريت الجهاز بالفعل والحمد لله ربنا وفقني، حتى لو كنت لسه بدفع ثمنه بالاقساط لغاية دلوقتي، لكن اعتقد ان انا اشتريت جهاز مناسب جدا ان انا ممكن اعمل فيديوهات حتى لغاية 4K، ودي برضو حاجة جديدة اتعلمتها. اتعلمت يعني Full HD و4K و6K و8K، اتعلمت يعني Red وAri وAri Alexa. بعدين جت قصة الاوبريتنج سيستم. الجهاز اللي انا جبته الاوبريتنج سيستم بتاعه مش الويندوز. صحيح انا كنت من زمان خالص مغرم بفكرة الكمبيوترات ولغاية دلوقتي والسوفت وير والاوبريتنج سيستمز والبروجرامينج بشكل عام، لكن اول مرة ادي فرصة لنفسي كافية جدا لمدة دلوقتي اللي هي 9 شهور وانا بستخدم اوبريتنج سيستم فري اللي هو اللينوكس، وما اظنش ان انا في يوم من الايام اتمنى ان انا ما ارجعش تاني للويندوز، لانه اللي هيجرب لينوكس اعتقد انه هيفرق معاه تماما انك تستخدم اوبريتنج سيستم سيكيور، اوبريتنج سيستم ببلاش، اوبريتنج سيستم مش محتاج تطلع لك الرساله اللي تقول لك اعمل لي اكتيفيشن كل شويه، او انك تدفع فيه حتى 15 دولار في كي يقعد معاك سنتين او ثلاثه، وانك تستخدم برامج الاوفيس بتاعته بكفاءه. يعني بالنسبه لي انا دلوقتي احسن من الاوفيس، فمبسوط ان انا يعني انا بستخدم اللينوكس وبستخدم ديسترو معينة انا بستخدمها دلوقتي، ودي برضو حاجات جديدة انا اتعلمتها ومبسوط ان انا اتعلمتها. لكن وانا بتعلم كل حاجة مش بتيجي بالسهل، يعني التعليم ده انك تتعلم حاجة دي مش بتيجي بالسهل، بتيجي زي ما قلت في فلوس ممكن تدفع واقساط ممكن تدفع وفي دموع وفي سهر. انا اتذكر ان انا عدوا عليا 3 أوقات في السنة دي وأنا بحاول أتغلب على صعوبات تقنية في تسجيل الفيديوهات. الصعوبات دي كانت ممكن تخليني صاحي بال 36 ساعة وصاحي وأنا بعيط، يا ربي هو أنا الفلوس اللي أنا دفعتها دي ملهاش لازمة، معقولة أنا مش عارف أسطب البرنامج، معقولة بيحصل كراش لي، معقولة مش عارف بيحصل إيه. واحدة والتانية فضلت أتعلم، وتعلمت يعني إيه كيرنل وإزاي إن أنا أختار الكيرنل المناسب للموضوع ده للبرنامج ده، فكان مجهود. اتعلمت بعد كده إزاي أحسن من جودة الصوت، لأن عدت برضو الصوت بمراحل، من انا بسجل من الموبايل مباشره، لان انا جبت المايك لافاليه لو انتوا شفتوه في الفيديوهات القديمه، لان انا جبت مايك جديد دلوقتي مش عارف بان اهو، وهكذا. اتعلمت، قعدت فتره طويله جدا طبعا كانت عندي مشكله في الاضاءه،
كل المشاكل دي سببها ان انا مش هدفع فلوس كتير بصراحه. يعني لابد ان انا اعترف بكده ان انا عايز اعمل قناه باقل قدر من الاموال اللي ممكن انفقها واحده ورا الثانيه لغايه لما جبت الرينج لايت دي، يمكن بتشوفوها في عينيا دلوقتي، وبحاول اني احسن بيها الاضاءه. فكل ده وانا بتعلم يعني، وكل ده وانا بدفع فلوس بصراحه، وكل ده وانا بكبر وبندهش والصبر. يعني مش بشتري كل الحاجات دي مرة واحدة، لا، يعني الشهر ده انا بشتري حاجة واسدد الشهر الجاي واستنى شهرين مثلا واشتري حاجة تانية وهكذا. طبعا في حاجة تانية لسه هنشتريها واحدة ورا التانية. يعني من ضمن الحاجات كمان اللي تعبتني الخلفية السودة دي وازاي ان اخليها يعني بالسواد ده. هوريكم دلوقتي برنامج المونتاج بيعمل ايه. دي كده الصورة الأصلية أو القماشة الأصلية، ودي كده بعد ما دخل فيها برنامج المونتاج. والكالر جريدينج، اتعلمت يعني كالر جريدينج، يعني دي حاجة ما كنتش متخيلها. بس الجزء كمان اللي أنا تعلمته واللي أنا مبسوط جدا إن أنا تعلمته، وهو إن أنا قبلت على نفسي إن أنا أطلع في فيديوهات يشوفها العالم كله على اليوتيوب. العملية دي بالنسبة لي مش سهلة، وإن أنا أطلع أتكلم مع حضراتكم وأقول الصح وأقول غلط، وما يبقاش الكلام ماشي على لساني، وأجرب أشكال جديدة، أشكال كتيرة كمان من المحاضرات اللي أنا عايز أديها. العملية دي ما كانتش سهلة. وأنا بشوف فيديوهات لناس محترمة جدا، وبلاقي ناس بتدخل يا إما بتتريق عليهم، بتعمل التنمر اللي إحنا بنسمع عنه، مش في المدارس، لا، إحنا على مستوى الكبار في تنمر. بشوف ناس بتشتم ومش عارف بتشتم ليه، يعني ناس محترمة وناس بتتكلم كلام كويس، حتى لو أنت يعني مش مقتنع بيه مش لازم إنك تشتمه. فأنا وبطلع القناة وبطلع أول فيديو وأنا متخيل النقد اللي ممكن يجي، ومتخيل كم الإساءة أو الشتايم اللي ممكن تيجي وبدون سبب. فدي كانت برضو تحدي تاني، إن الإنسان بالبلد كده يعني يبقى مستعد إن النقد يصل إلى حد السخرية منه. العملية دي قاسية جدا وشاقة جدا، ومش بالسهولة إن الإنسان يتقبل ده في حياته. وصحيح يعني هو أنا ما تعرضتش للحكاية دي بشكل يعني قاسي إلا في تعليق واحد بس، اتعلمت أو لغاية دلوقتي لسه بعاني أقول إيه وما أقولش إيه، بعاني أقول المعلومة دي ولا ما أقولهاش، هل المعلومة دي ستسبب عثرة ولا مش هتسبب عثرة، إيه نوعية الأبحاث اللي أنا ممكن أناقشها مع حضراتكم. يعني في جزء منها شخصي جدا، يعني في حاجات طبعا انا منحاز، يعني وكل باحث اعتقد انه في جزء من انواع الانحياز ونوع من انواع البايس في المنظور اللي هو بيقدمه. فهل ممكن ابقى محايد تماما في الشرح المعلومة بتاعتي، ولا في جزء منه انحياز؟ لا طبعا في جزء منه انحياز، يعني غالبية الفيديوهات اللي بتتكلم عن الفرق ما بين الانسان والحيوان، الفيديوهات دي طبعا نوعا ما انا طبعا مش من انصار نظرية التطور، او مش معجب بالكلام اللي بتقوله نظرية التطور في مجمله، او بحس انه اوكي نظرية ليها فرضياتها اللي لغاية دلوقتي ماشية بشكل سليم، لكن انت بتفرضها عليا بشكل وكأنها عقيدة، بتفرضها عليا بشكل انك بترفض اي شخص يؤمن بحاجة تانية مختلفة، أو ما عندوش القدرة إنه يبحث في تفنيد هذه النظرية. فده كان اعتراضي على نظرية التطور. ممكن أقدم أبحاث علمية سياسية، للأسف الشديد في يعني ناس وزملاء وبيقدموا، ممكن أستخدم العلم السياسي، بس ما يعني أي حاجة ليها وجهة النظر، اي حاجة ليها الوذ والاجانستة بتاعتها. وممكن انا اقدم لك بحث مثلا، اقدم لك بحث عن فايدة الرياضة والسبورت في حياتك،
واقدم لك بحث تاني ازاي ان في ناس ماتت وهي بتعمل رياضة بسبب اللي طلعت الفري راديكالز وانها ماتت وانها ماتت في الجيم الى اخره وان الرياضة مش هتحميك ويا بختك وانت قاعد على الكرسي كده مش بتعمل رياضة. ممكن اقدم لك ابحاث على انك ما تاكلش دهون وبيض وما تاكلش وحافظ على الكوليسترول بتاعك. وممكن اقدم لك ابحاث تانية تقولك لا عيش حياتك وكل وانبسط والكلام. حتى يعني كان يقول لنا زمان ما تاكلش البيض او احنا اتعلمنا كده زمان عشان الكوليسترول, دلوقتي رجعوا يقول لك لا كل البيض. فالابحاث كلها انا ممكن استخدم لك اجيب لك بحث وابقى منحاز لي واحاول اني اعمل لك نوع من انواع غسيل المخ واوجهك لنوعيه معينه من الابحاث. العمليه دي برضو مش سهله, مش سهلة انك تختار بحث. في كل الاحوال انا هبقى منحاز بلا ادنى شك, لكن ان انا اختار بحث لا يسبب اذى دي كانت عملية شاقة, ولغاية دلوقتي العملية دي شاقة جدا بالنسبة لي. لان في علماء, يعني في علماء قدموا ابحاث في العالم تسببت في نوع من انواع الاذى رهيب, ومفيش اكتر دلوقتي من الابحاث اللي بتشجع الناس مثلا على تعاطي الحشيش, ودي حاجة رهيبة. يعني دي حاجة رهيبة, يعني انا مش عارف ازاي المهزلة العلمية دي, ودي برضو برجع تاني بهاجم فيها الغرب بقسوة, ان الناس المنبهرة بالغرب لابد انها تخلي بالها من القصص دي. وانا بتكلم جربت اتكلم بتلقائية وبلاقي نفسي بغلط. طب اجرب اني مش بطلع احسن حاجة, يعني انا عايز اتكلم بتلقائية وده افضل لي, يعني بالنسبة لي انا ده احسن لي, بتكلم كده بالصليقة يعني. لكن على الناحية التانية حاولت ان انا اكتب عناصر, لقيت نفسي ان انا ببقى مقيد وببقى مش عارف اطلع او اني اعبر بطلاقة عن الفكرة اللي انا عايز اوصلها. معلومات كتير جدا, انا ممكن اعمل فيديو يوميا في السيكولوجي في علم النفس, لكن ايه الحاجات اللي انا بحس اني انا عايز اتكلم فيها, وايه الحاجات اللي انا بحس انها بتلمسني في الاول قبل ما تلمس حضراتكم. العملية دي شاقة جدا بالنسبة لي, لكن انا بتعلم وبفضل اتعلم, وطول ما انا مندهش وبتعلم انا ببقى مبسوط. اول ما بتبقى فيه رتابة او اني ما فيش حاجة جديدة بتعلمها, العملية دي بتبقى قاسية بالنسبة لي. انا بشكر ربنا تاني والتالت وعاشر, وبشكر حضراتكم, وبالرغم من ان انا كنت مهتم اني مثلا في البداية كنت بشوف للناس اللي بتوصل لالاف المشتركين, وبعد كده شفت يوتيوبرز عرب ومصريين وصلوا الملايين المشتركين, وبعد كده طبعا اليوتيوبرز الامريكان والكنديين على وجه الخصوص وهم في مجال التكنولوجيا وصلوا الملايين المشتركين. لكن بعد شوية اكتشفت ان انا كان الهدف الاساسي بتاعي هو انا, مع احترامي الشديد, مش حضراتكم, ان انا بشتغل على نفسي وان انا بكبر وان انا بتعلم. وعلى فكرة لما الانسان بيتعلم وبيشعر تاني ان هو طفل, وده شعور لذيذ, يعني ان انا لسه في مدرسة وان انا لسه تلميذ وان انا بتعلم حاجة بمزاجي. الحكاية دي لذيذة بالنسبة لي. فيها امتحانات تانية طبعا, طبعا لما باخد لايك باخد ديسلايك باخد تعليق زي ما انا قلت سخيف او شتيمة او سخرية, شيء طبيعي. جزء إن قبل ما انسى نسيت كمان اقول لحضراتكم ان انا اكتشفت ان مش هينفع ارضي كل الناس, يعني مش هينفع, يعني في اللي عجبوا ان انا بصور في العربية, وفي اللي ما عجبوش, في اللي عجبوا ان انا بصور بخلفية سودة ودي عملية سهلة بالنسبة لي وكانت كويسة بالنسبة لي, وفي ناس اللي ما عجبهاش, وفي ناس اللي عجبها المحتوى العلمي واللي ما عجبهمش, برغم ان هما كلهم ممكن يتصنفوا نفس الكاتيجوري. يعني ممكن الاقي ناس مثلا جوه الطب النفسي لا مش عجبها المحتوى العلمي اللي انا مش كلها عجبها المحتوى العلمي اللي انا بقدمه, وفي ناس تانية لا عجبها, وفي ناس بره المجال الطبي عاجبها الكلام, وفي ناس تانية مش عاجبها. فاكتشفت فكرة ان انا ارضي كل الناس دي مش هتتحقق,
لكن المهم ان هو على مستوي انا الشخصي، مستوي انا الشخصي انا حاسس ان انا مبسوط، حاسس ان انا اتعلمت. اتمنى ان انا برضو بقدم الفيديو ده شكر ربنا، و لان في برضو عملية قاسية تانية، حاجات القاسية الواحد بتعلمها مش بتنتهي على فكرة، انك تكلم جهاز قدامك، تكلم فتحة صغيرة في موبايل. العملية دي صعبة جدا، صعبة جدا، انك مفيش حد قدامك، مفيش انسان قدامك تكلمه، مفيش بودي لانجوج، مفيش فيشل اكسبريشن، مفيش تعبيرات في الوش تعرف الكلام ده وقعه عليه ايه. وحتى لما بعد ما بتنشر الفيديو انت ما بتعرفش وقعه عليه ايه. المهم انك بعد ما بتصور الفيديو بتدخل مرحلة المونتاج، ودي بتبقى مرحلة شقة جدا على فكرة، ومرحلة بعد شوية بيبقى فيها ملل. في سؤال بيطرح نفسه بقوة، بما ان الفكرة في القناة هي على الشغل على مستوي انا الشخصي، مش القناة في حد ذاتها، او ان انا ابقى يوتيوبر ناجح او ليا الاف او ملايين المتابعين. هو انا هستمر في القناة دي، اعتقد ان انا هستمر في القناة دي، بس مش يعني عايز اخليها زي ما انا قلت في اول فيديو خالص، لو انتوا شفتوه اول فيديو، ان انا عايز اتكلم في كل حاجة، يعني عايز اخليها كأنها منصة خاصة بيا، منصة مش لحد، يعني انا بفضفض بيها لنفسي وعن نفسي. يمكن لما انا اراجع الفيديوهات دي في يوم من الايام كأنها نوع من انواع بالضبط كده، هي يومياتي انا، يعني يومياتي انا زي يوميات نايب في الارياف او يوميات طبيب نفسي في مستشفى النفسية، دي يومياتي انا الشخصية. واعتقد ان الفيديو ده هو يومياتي انا على مدار سنة بحالها. برجع برضو مرة تالتة ولا رابعة بشكر ربنا، وعارف ان الفيديو ده داخل دلوقتي على 30 دقيقة، لكن مش عارف هعمل له مونتاج ازاي برضو، لان مجهود ان انت تعمل مونتاج ل 30 دقيقة. بس لكن شكرا ليكم، وانصح كل شخص وصل اتفرج على الفيديو من اوله او وصل لنهايته انه يتعلم حاجة جديدة او يقرأ عن حاجة جديدة، حتى ولو كانت مش في المجال بتاعه، حتى ولو كانت مش في مجال تخصصه، حتى ولو كانت هو ما يعرفش عنها اي حاجة خالص، لانها بتفتح قدامك حاجات كتيرة جدا انت ما كنتش متخيلها. شكرا ليكم، وبتمنى لحضراتكم يعني سنة سعيدة السنة الجاية، ومليئة بالأحلام، ومليئة بالأفراح، ومليئة بالانتصارات. شكرا ليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وسلامتكم ألف سلامة، وربنا يعافيكم. سلام.